هم لن يقدموا جديد. هناك مشروع بريطانيا تسعى الآن بريطانيا لتمريره من وهو من القرار الذي تسعى لتمريره منذ العام 2019 الذي لم ولن يمر على أبناء الشعب اليمني. الآن أصبحت اللعبة مكشوفة بأن اليمن أصبحت مجرد ساحة عراكات وساحة تبادل مصالح من بعض من القوى الإقليمية والدولية، حتى من القوى الإقليمية التي دخلت اليمن في عام 2015 لاستعادة العاصمة صنعاء، أصبحت اليوم تحاول الخروج من الحرب والدمار اليمني بأي صورة كانت برضاء وتحالف واتفاق مع ميليشيا الحوثة الإرهابية التي فرضت الحرب العبثية على أبناء الشعب اليمني. مجلس الأمن الدولي الآن يحاول إطالة أمد الأزمة اليمنية. المبعوث الأممي لم يقدم جديد، يتحدث عن فتح مطار صنعاء، يتحدث عن صرف مرتبات، وهو يدرك كافة الإدراك عقب عودته من صنعاء بأن ميليشيا الحوثي لم ولن تقبل بتنفيذ أي من تلك البنود كعادتها، وكما هو ديد الميليشيا الحوثي رفض تنفيذ كل العهود المواثيق. ميليشيا الحوثي كعادتها تسعى للنكوث بكل المواثيق، لذا مجلس الأمن الدولي لن ولن يقدم جديد. أصبح الآن الحل عقب كل المجريات الأخيرة وما حدث من حراك دبلوماسي وزيارة السفير السعودي إلى صنعاء واستقباله من قيادة ميليشيا الحوثي عقب أن كانوا يصفونه بالعدوان وما العدوان، وأصبح الآن يسعى دور وسيط. مجلس الأمن الآن يجب عليه أن يكف الأيدي عن وطننا الحبيب اليمن، وأن يكون الحل يمني مع قيادات جديدة. القيادات الحالية قد أزف عليها الزمن، قيادات القرار ليس بيدها، قيادات لا تعلم ما الذي يدور في الكواليس، قيادات ليس عليها سوى الترحيب.